تباشر وزارة العمل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطبيق القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2013 بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس والأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 4 عصرا في شهري يوليو وأغسطس. في هذا السياق قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإجراء مسح ميداني وإعداد قاعدة معلومات توضح المواقع المستهدفة وحجم العمالة فيها لتنفيذ الحملة التفتيشية لضمان التطبيق الأمثل للقرار، والذي تم تشريعه في إطار حرص مملكة البحرين على ترسيخ المضامين الإنسانية العالية في سوق العمل والتزامها بمبادئ حقوق الإنسان وفي مقدمة حقوق العمال والمحافظة على المكتسبات التي تحققت على هذا الصعيد. في تصريح له بهذه المناسبة أشاد سعادة السيد جميل بن محمد علي حمدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتزام غالبية أصحاب العمل ومنشآتهم بالقرار خلال السنوات الماضية والتي كانت في حدود 98%، لافتا إلى أن ذلك يعكس إيمان العديد من أصحاب العمل وبقى عن قناعاتهم بأهمية تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، فضلا عن إدراكهم لمضامين وأهداف القرار إنسانيا واقتصاديا، مشددا في الوقت ذاته على أنه لن يتم التهاون في رصد المخالفات وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.